عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم. ان شاء الله راح نقدم لكم حلوى سهله وكما شفتوا شكلها مميز ومقاديرها جد بسيطه لعيد الاضحى، يعني هكا حاجه خفيفه. واش نحتاجوا في المقادير؟ هنا انا راح نستعمل كيله صغيره، وانتم اذا حبيتوا زعما ديروا الحلوى المناسبه ولا حبيتوا ديروا كونتيتي كبيره ضعفوا المقادير. هي حلوى بدون طهي، نحتاجو فيها كيلة نتاع كاوكاو بلا قشور محمص ومرحي رقيق، كيلة نتاع اي نوع من البسكويت اللي متوفر عندكم كذلك مرحي. هنايا عندي حلوة الترك، هنايا درت علبة صغيرة، وهنايا عندي صلصة الطوفية، ولا اذا متوفرتش عندكم ديرو المربى باش تلموا المكونات نتاعكم. نروحو لطريقة التحضير. اذا واش نديرو؟ في وعاء نحط كل المقادير، ونخلطهم مع بعضهم مليح. البنات نعاود نرحيهم مع بعضهم باش نزيدو نتحصلوا على خليط رملي، ونعاود نرجع لكم. من بعد ما عاود ترحيتهم مع بعضهم، ما نرخوهمش بزاف باش ما هذاك الكاوكاو ما يطلقش الزيت نتاعو. هنايا راح نلم صلصه الطوفيه حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه نوعا ما. نبقاو نضيفوا الصلصه تدريجيا. اذا بعد ما تحصلت على عجينه راح نحاول نشكلها أنبوبة. بعد ما شكلت لي بودة نتاعي حطيتهم فوق ورق طهي ولا كيس بلاستيكي، وحطيته في ثانية. راح ندخلهم الثلاجة للمجمد عفوا حوالي ربع ساعة. في هذه الأثناء راح نذوب شوكولا بيضاء في حمام مائي. البنات إذا شفتوا لاباط نتاعكم طرية بزاف زيدوا لها بسكوي مرحي، ومن بعد ما نخرجوها من الكونجيلاتور راح نزيدو نعدلوها بصبعنا هكا. وهنا ها هي الشوكولا من بعد ما ذوبتها، راح نقلاتي بيها البودة نتاعنا. بهذا الشكل ثم نعود ندخلوها للثلاجة حتى تحكم روحها الشوكولا، ونرجع لكم. اذا البنات بعد ما خرجت لي بودة تاعي من الثلاجه راح نبدا نقصهم على شكل مقرودات بهذا الشكل. من بعد راح نعدلهم بيدي على الاطراف. هكذا كما شفتوا خوتاتي، انا حلوياتي بسيطه سهله، يعني ما تتوقعوش مني اني ندير حاجه لي معقده تطلب بزاف ليمول، تطلب بزاف التعقيدات لدرجه انكم تملوها كما تشوفوا الفيديو. ولكن يعني هذا ما يمنعش اني في المناسبات ان شاء الله لما تكون عندي مناسبه كذلك ندير الحلوى من هذا النوع، يعني الواحد يحمر بها وشه. اما في الايام يعني الاخرى فنكتفي بحلويات بسيطه. نكملها كامل ونرجع لكم. اذا البنات كنت الشوكولا البيضاء هذيك اللي بقات درت لها ملون وردي، و راح نزين بهذا الشكل على شكل خطوط. وهنايا عندي هاد الورود تاع عجينه السكر راه طايحين في البريد، راح نزينو بيهم على جنب هكذا. اذا ها هي النتيجه اخواتي، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم.
كما شفتوا حلوة سهلة وبسيطة في نفس الوقت بريزونطابل وبنينة. ان شاء الله تجربوها وتشاركوني بتطبيقاتكم. اذا نلتقي في فيديو لاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.